إحساس فيه فرحة في أي واحد كيتمنى هاد الفرحة هادي لوليداته. أنا عندي غزل بحال دنيا وممكن أكثر، حيت الحفيظة كتكون عزيزة بزاف، يعني نتمنى لها مسيرة زوينة إن شاء الله، وتكبر إن شاء الله تاهي تقرا شوية من بعد الهواية هذيك، الهواية ما كيشدها حتى شي واحد عليها. نتمنوا التوفيق إن شاء الله لكل واحد، ندير ارتباط بالمجموعة ناس الغيوان، وديما حنا خدامين ما كنحضروش بعضياتنا، قليل من كنتلاقى أنا وياه في الدار أو في الشارع. وهاد الليلة هادي اللي لاقاتنا كاملين، لا أنا ولا هي ولا خوتها ولا كاع العائلة كاملة. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا أبوني في لاشين يوتيوب.